السلام عليكم يا شباب، هنكمل النهارده على جزء المستويات الخاصه. هنحل النهارده مسائل. لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات بتاع شرح المستويات الخاصه او شفت الفيديو بتاع حل المسائل على المستويات الخاصه كتمثيل بس بالاثار، لان الجزء الاخير فيه شرحت فيه الفرق ما بين الشكل الحقيقي والشكل مش حقيقي، وامتى استخدم خواص الشكل الحقيقي وامتى استخدم خواص بتاعه الشكل النوترو شيب او الشكل المش حقيقي. فاتفرج على نهايه الفيديو اللي فات، مهم جدا عشان تعرف تحل معانا ايه الجزء ده. هنحل النهارده مسائل يعني متدرجه كده من اسهل للاصعب، وبعد كده ان شاء الله ندخل بقى في المستويات الاضافيه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي باذن الله. تمام، فعايزك تمشي معايا كده وواحده واحده ان شاء الله هتلاقي الموضوع بسيط. اهم حاجه لازم تبقى فاهم دول اللي هم المستوى الافقي والوجهي والراس والعمود العربيه اتنين، لازم تبقى حافظ الاشكال دي وحافظ كل البيانات اللي عليها. تمام كده. طيب اول مساله بيقول لي مثل المثلث الافقي المتساوي لاضلاعه. ماشي، اول يعني النصيحه اللي انا هقولها لك نفس النصيحه اللي انا قلتها لك في المستقيمات الخاصه، ان انت لازم ترسم شكل كروك. يعني لما يقول لي مثلث افقي متساوي لاضلاعه فاعمل كده عشان يعني اقول اول حاجه افقي. كلمه افقي دي معناها ايه؟ معناها ان فوق ايدج فيو وتحت مثلث بالتروشي، صح كده؟ ده معنى كلمه افقي. اول ما اسمع افقي لازم اعمل ده قدامي، يبقى انا اجرايا اعمل كده اهو. اداني البيانات بتاعه المثلث ايه؟ 4 و3 و4 ايه؟ 4 3 4. البي ما اعرفش عنها غير الواي 4، فاقدر اقول ان ده البي داش. السي ما اعرفش عنها حاجه، هو بيقول لي متساوي اضلاع وطول ضلعه 4 سم. طيب بص معايا كده، لما ابص على الشكل ده مش هقدر كده اجيب الايدج فيو ده على طول، لان انا عندي نقطه واحده عليه. فيبقى انا اقدر دلوقتي اقول ان ده كده اسمه ايدج فيو. يعني ايه ايدج فيو؟ يعني انا متوقع لما اعرف اوصل للبي واعرف اوصل للسي، لما اخدهم كده اطلعهم هنا، يعني الخط ده ايدج فيو. يعني ايه؟ يعني عليه البي داش، عليه البي دبل داش، وعليه السي دبل داش. يعني عليه البي دبل داش وعليه السي دبل داش. تمام كده. طيب ده معناه ايه برضو؟ معناه ان انا اول ما اوصل للبي داش والسي داش اطلع بيهم خطوط كده اجيب البي دبل داش والسي دبل داش. وتحت هنا خد بالك شكل حقيقي مثلث متساوي الاضلاع، يعني كل الاضلاع قد بعضها. يعني ايه؟ يعني اللي طول ضلع 4 ده يبقى انا عارف من الاي للبي مسافه 4، يعني انا اقدر اقف هنا بالبرجل عاديه خالص اهو، افتح 4 مثلا واقطع كده واقول ان دي البي داش، واطلع على طول اقول ان دي البي دبل داش. صح؟ صح اهو، ده بالبرجل وده طوله 4 سم. طيب عايز اجيب السي، ده مثلث متساوي الاضلاع. ماشي، يعني كلهم 4. فكر كده اجيبها ازاي. خد بالك كل الافكار اللي في في الاشكال الحقيقيه هي كلها معتمده ان انت تكون بس بتشغل دماغك. يعني هو من اول ما تبقى انت فاهم دي كده جزء الوصفيه خلص، الجزء الباقي كله معتمد ان انت تشغل دماغك في الخاص بتاعت الشكل بحيث تعرف ترسمه بس. طيب لو ده مثلث متساوي الاضلاع، مش يبقى انا عارف ان من الاي للبي قد من البي للسي قد من السي للاي؟ يعني انا لو وقفت هنا فتحت 4 عملت قوس، وهنا فتحت 4 عملت قوس، يبقى اتقطعوا لي فين؟ في السي. صح؟ يبقى انا مثلا اعمل قوس كده هنا، يبقى النقطه دي اسمها سي داش، اطلع على طول اجيب الايه؟ السي دبل داش. فجزء الوصفيه مقتصر على ان انت تبقى عارف مثلا ده مستوى افقي شكله عامل كده، لكن بقيه الحل جوه المساله ما فيهوش وصفيه خالص. ماشي؟ دي كل مسائل الشكل الحقيقي هتلاقيها عامل كده. طيب تعال نبص تاني في المسألة التانية. هو بيقول لي أنا عايزك كده إيه، وقف الفيديو وروح حل دي وبعدين ارجع تاني. يعني وقف الفيديو كده وشوف حل دي هتعرف تحلها لوحدك ولا لأ. ماشي، حل رقم 2 يلا. طيب أنا هحل أنا إيه 9 و2، بيقول لي مثل مربع وجهي، يبقى أنا أعمل إيه؟ مربع وجهي أعمل كروكي كده أهو، اقول ده ايدج فيو، يعني كل النقط هتطلع هنا. صح كده؟ وجهي اهو، احط ده قدامي هو ده اللي هيحل لي الشكل كده. ده الايه؟ ده خلاص ده اساس الشكل. يقول لي مثل مربع وجهي 9 و2 و6، 9 مثلا هنا 2 و6. بي ما اعرفش عنها حاجه، السي اعرف عنها الاكس 2 بس، فاعمل كده
يبقى الخط ده عليه السي داش وعليه السي دبل داش. تعرفين طبعا لما يبقى انا عارف الاكس بعمل خط راسي. الدي ما اعرفش عنها حاجه. بيقول لي طول قطره 8، يعني ايه مربع؟ مربع عامل كده صح وعامل كده، هو قال قطر فانا لازم اوصل اقطار اهو. انا بس حاطه كده قدامي اهو، A B C D. هو بيقول طول قطره 8، يعني A C ب 8 والدي بي ب 8 صح كده. طيب وهو وجهي. اول ما اعرف نقطه تحت على طول اعمل ايه يا شباب؟ اول ما اعرف نقطه تحت شد الخط لان وجهي اهو. ده كده الخط ده اسمه اي جي فيو، يعني عليه كل النقط. يبقى هنا كده ماشي كده، يبقى ده على السي داش وده على السي داش، يبقى هنا سي داش. طيب مش هو قال لي اي سي ب 8؟ هنا شكل حقيقي ولا لا؟ ده ترو شيب، ده وجهي، ده ترو شيب. يبقى انا اقدر اقف هنا وافتح واقطع خط السي ده بالمسافه 8، لان انا عارف ان الاي سي ب 8، فاقف هنا مثلا وافتح كده واقطع. يبقى انا كده جبنا ان المسافه دي ان دي السي دبل داش بالظبط كده حددناها صح كده. حلو قوي. طيب يبقى انا دلوقتي عندي خط اي سي، ده قطر خد بالك. اقدر اكمل المساله ازاي؟ كده مفيش وصفيه خالص، كده انت بخواص الشكل الحقيقي تعرف تعمله. طيب افتكر كده خواص المربع، انا عندي الاي سي وعايز اوصل للدي بي. طب ما انت عندك قطر، مش الاقطار في المربع متعامده؟ في المربع متعامده الاقطار. خد بالك في المربع والمعين الاقطار متعامده. يبقى انا دلوقتي اعرف ان انا ده طالما ده متعامد من النص، يبقى انا لو رحت في نص الاي سي كده جبت المركز صح، وخدت عمود كده. مش المفروض الخط ده يا جماعه يعدي لي بالدي والبي؟ اهو هما الاقطار متعامده. يبقى انا لو عملت خط عمودي على الاي سي الخط ده يبقى اسمه الدي بي صح كده. والدي بي ده طوله 8، وده شكل حقيقي. يعني انا اقدر امشي 4 كده اجيب ده، و4 كده اجيب ده صح كده. يبقى انا كده اجيب لي سمي مثلا دي البي، مش فارقه، ممكن تعكسهم على فكره مش هيحصل حاجه. وده الدي صح. انزل على طول دي داش، انزل على طول البي داش. الحته دي فيها وصفيه ما فيهاش؟ الحته دي معتمده على ان انت تبقى فاهم ان انا لو عندي مربع الاقطار دي متعامده في المربع. بس هي دي المعلومه اللي حلت لي المساله. يبقى انا اروح اعمل كده A B C D. يبقى انا كده رسمت المربع الوجهي بتاعي. وقف الفيديو برضو وجرب حل مسألة 3، جرب كده حلها وبعدين نحلها مع بعض. بيقول لي مثل متوازي اضلاع، بيقول لي مثل متوازي اضلاع اي بي سي دي والذي يقع في مستوى عمودي على باي 2. يبقى على طول من غير ما افكر اجي رايح عمودي على باي 2. ده بيبقى عامل تقريبا كده وكده. يبقى ده اتش فيو وده خط ده اسمه تي الفا 1، ده ملوش لازمه، بس انا اهم حاجه ان ده اتش فيو، يعني كل النقط تطلع على خط وهنا يطلع لي شكل، بس الشكل ده نوت رو شيب. انا عرفت المعلومات دي كلها منين؟ خلاص بقى، ما انا عارف عمودي على باي 2 حافظه. انت عايز تعمل الاثر شكل خط اي جي فيو كده او كده مش مهم، ده شكل كروب، ده صح، ده صح عادي شكل كروب ماشي. طيب والذي يقع في مستوى عمود على باي 2 حيث الضلع اي بي عمود على باي 2. ده كده طلع دخل في المستقيمات. لو انت فاكر الاي بي كضلع عمود على باي 2 يطلع عامل ازاي؟ ايوه كده. لو مثلا ده اي داش ودي بي داش يطلعوا هنا نقطه واحده. فاكر انت الدرس ده؟ مرتبطين ببعض دلوقتي. وطوله 3، يعني انا اقدر اكتب ان دي 3. ده كله كروكي بعمله جنبي. وقطر اي سي وجهي وطوله 5. وجهي، افتكر وجهي. وجهي ده كان عامل ازاي؟ وجهي ده كان عامل كده خط كده، فيبقى ده اسمه اي داش سي داش، وكان عامل كده خط اي دبل داش سي دبل داش. وكن طالما وجهي كنا بنقول ان ده ترو لينس، فاكرين؟ ايوه بنساك. يعني يعني ترو لينس؟ يعني ترو لينس ده ب 5، وهنا اي داش وسي داش، والمسافه دي مالهاش علاقه بال 5. حطيت الحاجات دي كروكي كده قدامي، ابدا اروح احل اهو. تعالى نشوف هنستغلها ازاي.
بيقول لي ايه 4 و2 و4 ايه 4 مثلا هنا خليها هنا اهو 2 و4 ماشي. بي ما اعرفش عنها حاجه، السي اعرف عنها الزي بخمسه، الزد بخمسه اهي 4 2 4 يبقى 5 قريبين اهو. السي دبل داش هتطلع هنا، دي ما اعرفش عنها حاجه. والذي يقع في مستوى عمودي على باي 2 وكل المعلومات اللي احنا حطيناها، يبقى انا اقدر اروح احل. صح كده؟ طيب يلا رايك نعمل ايه؟ المعلومه دي علاقه بين الاي والبي، وانا ما عنديش اي تفاصيل، بس انا اقدر ان هنا اقدر اقول ان الاي دبل داش والبي دبل داش، يعني انا اقدر اروح احط كده، بص كده اهو، يعني انا لو رحت هنا كده وقلت دي بي دبل داش يبقى انا حققت دي صح؟ طب تحت المسافه بينهم 3 وراسيه، يبقى انا لو رحت عملت كده وقست 3 سم لتحت يبقى انا كده جبنا الايه؟ جبنا البي داش اهو، بس بطبق الشكل الكروكي اللي انا رسمه. طيب هو بيقول لي هنا الاي سي المفروض يطلع خط كده صح؟ اهو انا عندي الاي، يبقى انا لو عملت كده ثانية واحدة بس هحسن الألوان عشان ما تتلخبطش، يبقى ده الاي بي اهو، دي البي داش، يبقى احنا كده شدينا خط عشان يبقى ده خط اسمه السي داش. خد بالك فوق لازم يطلع طوله 5، يعني ما انا عندي الاي دبل داش اهي وعندي خط اسمه سي دبل داش، يبقى انا لو وقفت هنا وقست 5 رحت عامل كده يبقى المسافة دي اسمها اي سي. طوله 5، انزل على طول ما انساش ها، بستخدم دي اهو الاي سي مسافه 5 وتحت كده خط كده، احنا جبنا الاي والبي والسي. خد بالك اسمه متوازي اضلاع ولازم احافظ على الترتيب، وعندي 3 نقط، وحتى لو عندك 3 نقط تعمل ايه؟ ها لو عندك 3 نقط مش ان انت تقدر تجيب الرابعه ازاي؟ اقدر اجيب الرابعه بالتوازي صح كده؟ طيب اهو انا عندي اسمه اي بي سي، ما اقولش بقى بي اي سي واروح اجيب الدي هنا، يعني في ناس تعمل ايه؟ تقول لي ادي بي وادي الاي والسي خلاص موازي كده وموازي كده بدي الدي، غلط. ليه؟ لان ساعتها يبقى اسمه اي بي دي سي صح؟ يعني ايه برضه ايه المطلوب بقى دلوقتي؟ لا ده انا عايزه يبقى اسمه اي بي سي دي صح؟ يبقى اي بي سي دي هتطلع كده، بس هو في حاجه في الارقام بس مش مظبوطه، بظبطوها انتوا 4 يعني في حاجه مش مظبوطه، بس دي كانت هتطلع هنا انا فاكر، خلي دي كده مثلا بشكل كويس. يبقى احنا كده رسمنا شكل متوازي صح؟ فاضل لنا ايه فوق يا شباب؟ فاضل لنا الدي صح كده؟ طيب مش احنا دلوقتي ده اسمه عمودي على باي 2، يعني ايه عمودي على باي 2 يا باشمهندس؟ يعني فوق كل النقط تطلع على خط واحد، اه ده انا طالع الاي والبي والسي على خط واحد، يبقى الدي المفروض تطلع معاهم صح؟ يبقى فين الدي اهي؟ اهي السي والدي يطلع كده على خط واحد، يبقى يطلع لي هنا السي داش ودي دبل داش، لانه لازم يطلع لي على الخط ده، ما اقدرش احطها هنا لان لازم أن يطلع ده جي بي، لازم كل النقط تطلع على خط واحد، فيبقى السي والدي لازم يطلع على استقامه واحده فيطلع لي بالمنظر ده. وصلت يا شباب؟ تمام؟ طيب المسألة دي مهمة أوي، المسألة دي مهمة أوي، يلا بينا. هعمل لك بس الغلطة دي، دي بدل 4 2 4 دي 2 4 2 ماشي، دي اللي هتظبط لك الايه؟ هتظبط لك المسألة 2 4 2 دي اللي هتظبط لك المسألتين خلاص؟ طيب. أنا بقى نشوف آخر مسألة مهمة. بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي ثانية واحدة. أتأكد. أتأكد بس. لكن التسجيل شغال. طيب بيقول لي مثل المعين الواجهي A 1 و4 و3 B C D. إذا كان A B ب 5 سم، A B ده طول ضلع على فكرة لأنه A B تمام، ويمر قطره A C بالنقطة كذا بالزاوية كذا. طيب أنا عايز أروح أرسم معين إيه؟ وجهي صح؟ وجهي هنا إيدج فيو، هنا ترو شيب أهو.
A B C D، كل دول داشات، وكل الداشز هتطلع ايه؟ هتطلع، وده اسمه ايه؟ كروشيه. طيب اذا كان A B بخمسة، طب معين واجه يعني يطلع كروشيه. طيب ارسم معين كده جنبي عشان اسهل على نفسي واحط عليه الايه؟ البيانات. اقول مثلا A B C D، هو بيقول لي ان طول اي بي 5 سم، يبقى ده 5 سم، طالما ده معين يبقى كل دول قد بعض بخمسات، صح كده؟ طيب قطره يمر بالنقطه اي سي، يمر بالنقطه دي، فهمش كده؟ طالما قطره احط هنا نقطه بي، هو اللي قال، والبي دي مديني احداثياتها 3، البي مديني احداثياتها 3 وواي و4. قول اي 1 و4 و3 تبقى برضه احداثياتها هنا، والزاويه بي اي دي ب 60 درجه، بي اي دي كل دي 60 درجه. طيب يلا بينا، هنيجي رايحين حاطين البيانات بتاعت النقط اي 1 و4 و3، عندي نقطه ثانيه 3 معرفش واربعة، صح كده؟ يبقى انا دلوقتي اقدر اقول لو انا شديت الخط ده الاي بي ده المفروض يعدي بالايه؟ السي. الله ينور عليك، اهو اي بي يعدي بالسي، وطالما ده وجهي هيطلع ايدج فيو اهو، كل النقط هنا تحت اللي هي البي بقى والسي والدي، كل حتى البي داش كله هيطلع هنا، انا عايز اجيب البي داش دي اهي وجهي اهو، انا اللي راسم ايدج فيو. طيب عايز استغل الاضلاع مثلا الاي بي بخمسه وان كل ضلع من دول بخمسه، اقدر استغلها ازاي؟ اقدر استغلها لو انا عندي حاجه هنا بتقول ان ده خط ده بي داش مثلا، فبي دبل داش، فاروح اقف هنا وافتح خمسه واقطع. لو عندي خط هنا مثلا بيقول ان ده دي، فالاي دي بخمسه يبقى انا اقطع، لكن انا ما عنديش الكلام ده وما ادانيش طول القطر بحيث ان انا امسك المسافه مثلا من الاي للسي اقيس طول القطر بكذا واجي رايح حاططها. على فكره انت متاح ليك ان انت تروح ترسم معين 5 ب 5 بالزوايا دي وتشوف طول القطر كام وتعمله، متاح ليك يعني انت تروح تشوف طول القطر كام، ترسم بتاع دي بسكيل جنبك كده. على فكره في الشكل الحقيقي ممكن اقدر ارسم الشكل ده معين بالزاويه دي بالتفاصيل كلها 5 سم ماشي، واروح اشوف طول القطر كام وارسمه. في ناس بتروح تحسبه بالزوايا، الكلام ده انا ما عنديش اعتراض عليه، ما حدش يقدر يقول لك ان هو غلط، تمام؟ بس في اسهل من كده ان انت تشغل مخك. ايه هي؟ يعني ممكن اقول مثلا لو دي 60، انا ما عنديش لا الاي بي عشان اقيس ب 60 ولا عندي الاي دي عشان اقيس 60، لكن انا عندي الاي سي، يعني انا اقدر اقول ان دي 30 ودي 30. يعني ايه؟ يعني انا لو قست على خط الاي سي ده خط 30 درجه الناحيه دي يعدي بالدي، ولو قست عليه 30 درجه لفوق الخط ده هيعدي بالدي. ده يفرق قوي ليه؟ لان انا لو قست كده 30 درجه كده، حطيت الارسطو كده على الخط الاي سي ده وقست من عليه هو، مش من على الافق، من عليه هو 30 درجه، 30 درجه، مش الخط ده يعدي بالبي؟ اه لو انا قست 30 درجه كده الخط ده يعدي بالبي. الله، ده انا بقى عندي خطوطه ايه؟ يعني انا اقدر اقول ان الاي بي 5 سم، اقيس كده 5 سم اهو يبقى دي البي دبل داش، اقيس كده 5 سم يبقى ده دي دبل داش. طب انا اجيب السي ازاي يا باشا؟ ما انت عندك البي سي 5 والدي سي 5، يعني انا اقدر اقف هنا افتح 5 واجيب ايه؟ السي دبل داش اهو. يبقى انا كده رسمنا المعين، امسك كل نقط ما تنساش وتكتب الداش، خلصت المساله. وصلت الموضوع ازاي بشغل مخي في المسائل؟ وصل الموضوع ازاي اشغل مخي واستخدم خواص الشكل؟ الموضوع كله معتمد على ان انت تبقى فاهم يعني مربع يعني معين، واظن يعني ده مش صعب عليك ان انت تبقى عارف خواص كل شكل يعني ماشي. طيب اتمنى يكون الفيديو ده فرق معاكم، حل مسائل كتير، ولو في اي حاجه اكتب لي في التعليقات انت فاهم ولا مش فاهم، واكتب لي في التعليقات ايه الدروس اللي انت محتاجها والحاجه اللي انت ما بتعرفش تعملها بحيث ان انا اركز عليها في الفيديوهات اللي جايه واشتغلها معاك ماشي. شكرا.